السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلدنا. طبعا في هذه الحلقة معي ضيفي الدائم وضيفي العزيز الكابتن محمد مجدي، طبعا أخبار وكواليس نادي الزمالك. كابتن محمد، في البداية طبعا بأرحب بك المرة الثانية اهلا بحضرتك استاذ احمد وبالساده المشاهدين. حبيب الله يخليك. طبعا عايزين كده، عايزين أحوال وأخبار ومستجدات نادي الزمالك. تمام فعلا. تمام. طبعا احنا كنا عارفين ان في معسكر 6 ايام في مدينه السادس من اكتوبر. خلال المعسكر كان الفريق تدرب على فترتين صباحا ومساء لرفع معدلات اللياقه البدنيه، تمام، وظهرت هناك حاله ارتياح شديده على مستر ميتشو والجهاز الفني من الدور الذي يقوم به الاسباني رودريج المدرب الأحمال في رفع المستوى البدني للاعبين. تمام. وحرص ميتشو خلال المعسكر على إعادة تشغيل لقاء الزمالك وجينريسون، تمام، عشان يقف على بعض الأخطاء، وطبعا ووصل رسالة للعيبة إن يعالج هذه الأخطاء. ووصل رسالة إن من غير المقبول أن يتم هذا الكم من الفرص على نادي الزمالك. تمام. نادي الزمالك نادي كبير وله ساحه كبير قوي في الكره الافريقيه. تمام. وايضا كانت هناك حاله ارتياح لشفاء كل من محمد حسن وعودته من الاصابه، وعمر السعيد، ومحمد عبد الغني، وايضا جاهزيه مصطفى فتحي. يعني طبعا بالنسبه للاصابات نقول كده، الاصابات ما فيش الحمد لله. لا الحمد لله لحد لا يوجد اصابات في خلال هذه الفتره لنادي الزمالك. بالظبط. واختتم الفريق طبعا معسكره بلقاء امس مع نادي جولدي، تمام، والذي دربه الكابتن احمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق. فاز الزمالك بثلاثيه نظيفه احرزهم محمد عنتر وبن شرقي وبامبو. تمام. تمام. كانت بعض بقى الاخبار الهامه اللي تخص جمهور الزمالك طبعا. ايوه عايزين بقى نعرفها بقى. كان في هناك ازمه بين كاسونجو ونادي الوداد المغربي، وتم من قدوم كاسونجو الى القاهره. تمام. وهناك جلسه تجمعه بقى هو مستشار مرتضى منصور خلال الايام لحل هذه الازمه وحسم موقفه من العوده للزمالك في الميركاتو الشتوي. تمام. ومن عدمه. طيب نقطع حديثك بس دقائق معدوده علشان اخبار الممتاز به والتي أقيمت اليوم. الحمام يفوز على ديكرنس 1-0، مجموعة الأسكندرية وبحري، بلدية المحلة وأبو قير للأسمدة. فوز كبير لأبو قير للأسمدة على نادي بلدية المحلة ب3 أهداف مقابل هدف. ما زال الأولمبي يخسر للمرة الثالثة. طبعا فوز دمنهور على نادي الأولمبي بهدف نظيف، وفاركو يفوز على مالية كفر الزيات بهدفين نظيفين. بيلا والرجاء تعادل سلبي بين الفريقين. طبعا ترتيب هذه المجموعة سريعا، فاركو يحتل المقدمة برصيد 7 نقاط، يليه نادي دمنهور 7 نقاط أيضا، ولكن فارق الأهداف لنادي فاركو. ديكرنس في المركز الثالث ورصيده من النقاط 6 نقاط، أبو قيل للأسمدة 5 نقاط، الرجاء 5 نقاط أيضا، غزل المحلة 4 نقاط، الحمام 4 نقاط، المنصورة نقطتين، بيلا نقطتين أيضا، بلدية المحلة نقطة واحدة، مالية كفر الزيات نقطة واحدة أيضا، والأولمبي في المركز الأخير بدون نقاط. طبعا أكيد إحنا في البداية لسه والدوري، ولكن يعني ايه اللون بيكون ليه شأن طبعا للنادي الكبير برئاسة المهندس طارق السيد. طبعا مجموعة القاهرة الزرقاء والداخلية، طبعا الداخلية تفوز على الزرقاء بهدفين مقابل هدف، وبتروجيت وسيراميكا، سيراميكا تحقق الفوز في السويس على نادي بتروجيت بهدف نظيف للاعب محمد جمال في الدقيقة 28. طبعا عشان بقول النتيجه بتاعت مباراه بتروجيت وسيراميكا، كان طاقم حكام سكندري طاقم حكام جيد ادار المباراه باقتدار. طبعا الفريقين اثنى على طاقم الحكام. يا ريت تعرضوا لنا صوره الحكام لو موجوده او تجهزوها.
طبعا كانت مباراة في غاية الأهمية لنادي بتروجيت، ولكن سيراميكا ينفرد بفوز غال على بتروجيت بهدف نظيف للاعبه محمد جمال في الدقيقة 28 من زمن الشوط الثاني. طبعا سيراميكا ما زال في المقدمة، فوز ثلاث مباريات متتاليات. طبعا كوكاكولا والنجوم، فوز النجوم على كوكاكولا بأربعة أهداف نظيفة، والترسانة والمريخ تعادل إيجابي بهدف لكل منهما. القناة وشبين وجمهورية شبين، فوز القناة بهدف على جمهورية شبين. السويس والنصر، فوز منتخب السويس بهدف نظيف على نادي النصر في المباراة التي أقيمت اليوم. طبعا بالنسبة لمباراة غزل المحلة والمنصورة باستاد غزل المحلة ستقام غدا بإذن الله بختام الجولة أو في ختام الجولة الثالث. كابتن محمد كلمني برضو، أو ما زلنا في الحديث عن أخبار نادي الزمالك. طبعا كان هناك تداول أخبار كاذبة في الآونة الأخيرة بوجود خلاف مع فرجاني ساسي وإدارة نادي الزمالك تمام. بسبب مستحقاته المادية، وده طبعا ما يعني كلام عاري من عار من الصحة. الصحة جدا. طبعا تمام. ما فيش الكلام ده خالص. فرجاني ساسي يتمتع بارتياح داخل نادي الزمالك، ما عندوش أي مشاكل في نادي الزمالك. تمام. تمام. وكان تداول برضك فيديو لأحد الإعلاميين السابقين بأنهم في أزمة داخل نادي الزمالك، وإن فرجاني ساسي موجود في دبي الآن لحالة ممكن إن هو يمشي في شهر يناير القادم يعني. تمام. وما فيش الكلام تمام. ده طبعا. فرجاني ساسي أعلن من قبل إن هو مكمل مع نادي الزمالك. تمام. على هامش المعسكر أدى، ده خبر برضك حلو لنادي الزمالك، أدى شيكابالا أمس تدريبات بدنية خاصة بعد تعافيه من الإصابة في مباراة وادي جولدي امبارح جولدي امس. تمام. وكان محمود عبد العزيز طبعا تم له الشفاء ان هو كان عامل رباط صليبي، سافر لسه راجع امس برضك من المانيا. تمام. ووصل ليبدا فترة التأهيل الطبي بالتنسيق مع الطبيب الالماني والجهاز الطبي لنادي الزمالك. تمام كده. في هناك برضك إدارة الزمالك صرفت جزء من مستحقات اللاعبين بنسبة معينة على أن تكتمل باقي هذه النسبة الأسبوع المقبل. طب كويس. الناس اللي بتقول نادي الزمالك ما فيهوش فلوس، يعني دي يدي برضه مصداقية للاعبين عشان يبقى حافز جيد بالظبط للاعبين. الزمالك يرفض رفضا تاما إعارة جنش في الميركاتو الشتوي، ومعلومة إدارة تعافى عن الزمالك. الإصابة جنش خلاص؟ لا لسه، لسه هو إن في شاء الله فترة تأهيل في ديسمبر إن شاء الله في ديسمبر يرجع للملعب. تمام. إدارة الزمالك دلوقتي معلومة مؤكدة لا تفرط في القوام الأساسي للفريق أيا كان الإغراء المادي. تمام. تمام. تم برضك نجاح للإدارة، تم إنهاء أزمة كريم الحسن لاعب الزمالك السابق، واللي كان هناك في قضايا بين الزمالك واللاعب في الاتحاد الدولي. تمت على خير أمس بعد ما حصل اللاعب على جميع مستحقاته المالية. تمام. طبعا في خبر تاني، حددت لجنة المسابقات 25 نوفمبر موعدا لمباراة الزمالك وإنبي من الأسبوع السادس 25/11. 25/11 خلاص تم تحديد مباراة إنبي بالظبط. والزمالك من الأسبوع السادس المؤجلة طبعا بسبب ارتباط المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا. تمام. اللي طبعا بنتمنى التوفيق للمنتخب الأولمبي فيها، وافتتاح يكون افتتاح بإذن الله يليق بسمعة مصر في أفريقيا والعالم كما حصل في البطولة السابقة للكبار. طيب احنا نستعرض كده سريعا مباريات القسم الثالث مجموعة مطروح. طبعا طبعا أول فوز لنادي المصري المطروحي بقيادة الكابتن رمضان عرفة والكابتن بدوي، طبعا فوز غال على نادي مطروح الشقيق بهدف نظيف. المباراة أقيمت بمدينة الإسكندرية بين النادي المصري المطروحي ونادي مطروح، وتمكن المصري بالفوز على نادي مطروح بهدف نظيف. طبعا شباب الضبع ونادي الهلال، والمباراة التي أقيمت أيضا في مدينة الإسكندرية. طبعا شباب الضبع والهلال انتهت المباراة بتعادل إيجابي 3 أهداف مقابل 3 طبعا في المباراة التي أقيمت في الإسكندرية.
الحرية وبرج العرب بإستاد جامعة الإسكندرية، فوز الحرية على برج العرب بهدف نظيف، الجزيرة ونادي الشرطة، فوز نادي الجزيرة على نادي الشرطة بمطروح بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أيضا بمدينة الإسكندرية في المدينة الشبابية بأبو قير. طبعا الملفت للنظر أن مجموعة مطروح جميع الفرق لعبت بمدينة أو محافظة الإسكندرية. طبعا في ارتياحية في مدينة الإسكندرية، الجو الجمال والملاعب الجيدة في هذه المدينة، وطبعا جميع المباريات أقيمت في محافظة الإسكندرية. طبعا بالنسبة لمجموعة الصعيد، ملاوي متصدر مجموعته بثمان نقاط، ونصر الفكرية يليه في المركز الثاني بسبع نقاط، وأبو تيج برصيد ست نقاط، والقوصية محتلا المركز الرابع برصيد ست نقاط أيضا، ونصر ملاوي ست نقاط، ويتزيل المجموعة نادي الوليدية بأسيوط بدون نقاط. طبعا كابتن محمد، كواليس المعسكر، كواليس معسكر نادي الزمالك زي ما قلت لحضرتك كان معسكر مصغر فعلا، ولكن كان على اعلى مستوى. هو كله زمالك، الزمالك مفيش حاجه غير الزمالك، كل الاخبار الزمالك كده معانا. طبعا طب ماشي، نادي الزمالك نادي طبعا عريق. نادي كبير، نادي عظيم، نادي الوطنيه، نادي الكرامه، وهناك نادي ازمه طبعا العراقه. نتحدث فيها في الجزء الثاني عشان دي عايزه موضوع كبير تمام، نتكلم فيه. طب كواليس المعسكر كده عن نادي الزمالك. نادي الزمالك زي ما قلت لحضرتك جميع اللاعبين تعافوا من الإصابة، تمام، استقر مستر ميتشو تقريبا على التشكيلة المستقبلية للفترة القادمة لنادي تمام، الزمالك. كان هناك معسكر كان فيه انسجام بين اللعيبة وكانت الدنيا تمام، مفيش أي مشاكل داخل المعسكر، كان على أعلى مستوى الصراحة. كان هناك دور الأستاذ أمير مرتضى منصور قام بيه، كان عمل بعض التجانس بين الجهاز الفني واللعيبه اللي كانت مستبعده لعدم المشاركه، تمام، تم تقارب وجهات النظر والحمد لله تم على خير. كان معسكر ناجح واختتم امبارح بمباراه. وهناك خبر كان لسه جاي عاجل برضو، كان الزمالك هيلعب جنوب افريقيا الاولمبي غدا مباراه وديه. تمام، ده خبر لسه جاي حالا يعني. فالحمد لله نادي الزمالك دلوقتي يتمتع باستقرار دائم مادي ومالي واداري تمام. من حيث الاداره، ما فيش اي مشاكل. اهم حاجه الاستقرار المعنوي بقى، دي اهم حاجه. والله يتولى ده بقى استاذ امير مطر مصيب يتولاه، ايوه، والمستشار مرتضى منصور. تمام تمام، ما فيش اي في مشاكل استقرار معنوي خلاص، طبعا في نجاح طبعا. طيب عايزين نستعرض صور اللي التقطتها برنامج قامت البرنامج عشان نعلق عليها سريعا كده، ممكن نعرضوها. طبعا ده صور نادي مدينة نصر، طبعا في المباراة التي أقيمت لفريق نادي مدينة نصر مواليد 2005، والتي انتهت بفوز كبير على نادي النصر للتصدير بسداسية نظيفة. يدرب الفريق الكابتن مختار ناجي، ويساعده الكابتن أوتاكا السبكي، ومدرب حراس المرمى الكابتن حاتم الجندي. طبعا هذا الفريق يحتل المركز الاول وما زال منفردا على قمه القاهره بعد فوزه الخامس على التوالي بدون هزيمه او تعادل. فريق جيد طبعا، فيه لاعبين جيدين امثال محمود عبد الحكيم لاعب المصري السابق، ومعاذ قاضي لاعب المصري ايضا. طبعا تمام، دي صورة نادي المصنع الحربي ونادي الاتحاد السكندري التي أقيمت بمدينة الأسكندرية بين الفريق الأول، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. فريق 2003 بنادي المصنع الحربي، والذي تمكن اليوم فوز كبير على نادي فاز 8-0 على نادي المنتزه. طبعا حقق نتيجه كبيره، في لعيبه جيدين جدا، وده اعلى او طبعا اكبر فوز حققه القطاع، فوز كبير بالنسبه لفريق 2003 الذي يدربه الكابتن صابر محمود مديرا فنيا، ويساعده الكابتن اسامه حسن، والكابتن عبد الكريم حجازي مدربا، والكابتن هشام العزومي مدربا ايضا. طبعا ده صورة طاقم التحكيم الجيد بالأمانة، عمل مباراة كويسة بين نادي بتروجيت في السويس ونادي سيراميكا، والتي انتهت بخسارة بتروجيت بهدف على ملعبه ووسط جمهوري بمدينة السويس. طبعا هات الحكام تاني عشان أقول الأسماء ياخدوا حقهم برضو.
لان الفرقتين شكروا فيهم اذا كان بتروجيت او سيراميكا. احمد جمال حكم المباراه وحكم الساحه، عمر فتحي مساعد اول، وايميل ماهر مساعد ثاني، حكام طاقم حكام سكندري ادار المباراه باقتدار بين منتخب السويق بين سيراميكا وبين بتروجيت في المباراه التي اقيمت بمدينه السويس والتي انتهت بفوز سيراميكا بهدف وتصدره للمجموعه بتسع نقاط. ده فريق نادي المصري بمطروح، طبعا فريق جاي جدا، فريق كويس، بدأ مباراة القسم الثالث بفوز كبير على نادي مطروح في الأسبوع الأول. نادي المصري بقيادة الكابتن رمضان عرفة ورئيس النادي الكابتن رمضان ناجي. ده فرحة مواليد 2003 بنادي مواليد 99 مواليد 99 بنادي مدينة نصر، برضو ما زال متقدما ومتصدرا منفردا على مجموعة القاهرة برصيد 10 نقاط. طبعا بيدربه الكابتن محمود حنفي والكابتن محمد عبد الحميد. الكابتن حمص طبعا مدرب كويس، مدرب واعد، لاعب نادي الترسانة السابق. ده الكابتن أوتاكا السبكي مدرب جيد برضو، مدرب واعد وعامل شغل كويس في نادي مدينة نصر. طبعا بالنسبة لنادي مدينة نصر الكابتن حاتم الجندي مدرب حراس المرمى بنادي مدينة نصر، مدرب واعد ومدرب جيد جدا والحمد لله أفرز حارسين مرميين طبعا للفريق الأول، طبعا أهداهم للفريق الأول مواليد 99 اللاعب عبد العزيز يسري واللاعب محمد أو أحمد كوستا زي ما بيقولوا، لاعب كويس جدا أو حارس مرمى جيد. طبعا دولت الصور اللي كانت معروضه في خلال هذا الاسبوع. كابتن محمد بالنسبه دي التعاقدات الجديده لنادي الزمالك، ده برضو خبر اجل حضرتك. نادي اداره النادي فتحت خطا مع عمر جابر نجم خط وسط فريق بيراميدز وهو نجم الزمالك السابق للعوده في يناير او في الانتقالات الصيفيه المقبله او يحصل تبادل لعيبه ما بين الزمالك وبيراميدز، بس هو الشغل شويه دلوقتي للزمالك هو عمر جابر. تمام. دي اهم صفقه الزمالك بيسعى ان يخلصها، لان طبعا عمر جابر لاعب جوكر، بيلعب باك رايت، بيلعب ديفندر، بيلعب باك ليفت، بيحتاجه الزمالك فعلا، لاعب دولي وخصوصا هو كمان ابن نادي الزمالك ولاعب بطوله يقدر يفيد نادي الزمالك فعلا والزمالك في احتياج ليه. تمام. لو من وجهه نظري انا الفنيه تمام، انا شايف ان الزمالك محتاج كل من نبيل عماد دونجا واحمد ايمن منصور وبالاضافه لعمر جابر الثلاثي بالاضافه لعوده كاسونجو من في هذه الفتره. طبعا طبعا انا بقول لحضرتك لو الزمالك الاربع لعيبه دول مع التيم الموجود حاليا ما حدش يعرفها قدام الزمالك. تمام. كابتن محمد بالنسبه يوجد ازمه طبعا على الساحه الرياضيه، ازمه الشيخ تركي ورئيس نادي الزمالك. لا هو ولا الزمالك هو مش مع رئيس نادي الزمالك. هو الاستاذ تركي الشيخ تمام، طبعا هو مسؤول سعودي. تمام. تمام. دخل الرياضه عن طريق رئيس النادي الاهلي. تمام. والجميع رحب بيه داخل مصر بما انه محب لنادي الاهلي، محدش اعترض على ذلك. تمام. ولكن دعم النادي الاهلي فتره ثم طلع افصح في وسائل الاعلام عن حدوث سرقه اموال ومش كما قال يعني كل حاجه. عايزين بس الازمه الحاليه اللي ما بين الزمالك، ما فيش ازمه، هو في ازمه ولا في حاجه؟ هو بيفعل ازمه مع جمهور نادي الزمالك، في تفاعل ازمه وما ينفعش. فاهمني؟ تمام. انت مش مع احترامي دي، هو دلوقتي هو مسؤول سعودي توصل مصر على راسنا. تمام. انما ما فيش حد بيخش في خلاف مع جمهور نادي الزمالك. تمام. وبيقدر يسد قدام. تمام. طب بالنسبه لبدايه المباراه للزمالك قلنا يوم 25/11 مع انبي، دي المباراه الرسميه، دي 29 اول مباراه. ايه اول مباراه للزمالك، دي اول مباراه في الدوري. تاني مباراه ستكون مع مازيمبي في دي المباراتين المهمين في الشهر الحالي. في شهر نوفمبر مازيمبي تمام
ومازيمبي ده يوم 29، خلي بالك. 29 نوفمبر 25 امبي في الدوري العام، في الدوري العام. تمام. ولكن خليني بتكلم في ازمه مستشار تركي الشيخ، تمام. هو طبعا راجل محترم، تمام، ولكن ما يفعله الان من تويتات تسيء لجماهير نادي الزمالك ده غير مقبول. هو مفيش إساءة طبعا، ولكن احنا يعني عايزين كده يبقى في يا جو فندم. رياضي، لأن للأسف الشديد دعم يعني النادي الأهلي كيفما تشاء، تمام، تمام، ولكن جمهور الزمالك ونادي الزمالك خطين حمر مش خط واحد، تمام تمام. وصل اتعمل له ترحاب في نادي الزمالك على أعلى مستوى لم يحدث له من قبل. طيب استاذك كابتن محمد، بس معانا مداخله هاتفيه للكابتن وجدي علوه مراسل البرنامج من محافظه الشرقيه. اهلا وسهلا كابتن وجدي. الو. ايوه يا ريس، معاك. اخبارك يا كابتن وجدي؟ الحمد لله تمام. سريعا كده، احداث وكواليس مباريات القسم الثالث التي اقيمت بمحافظه الشرقيه، برغم الظهور على السوشيال ميديا طبعا في مباراة لم تكتمل، مباراة الشرقية ومباراة نادي فاقوس. نادي فاقوس، تمام. طب سريعا كده عشان انت عندك الاخبار، لان انت كنت موجود في المباراة، اتفضل يا كابتن وجدي. في البداية طبعا تحياتي ليك كابتن احمد ولمشاهدينك الكرام وضيفك الكريم. حبيبي. اليوم كانت مباراة ضمن مباريات المجموعة العاشرة من التابعة لمنطقة الشرقية لكرة القدم، مشرفين على المجموعة ضمن القسم الثالث، تمام، بين نادي فاقوش ونادي الشرقية على ملعب مركز شباب الديدامون. مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني. أحرز المباراة سريعا كابتن أحمد، تقدم فاقوش بهدف ثم ضربة جزاء الشرقية في نهاية الشوط الأول أحضرها محمد صالح لاعب الشرقية. تمام. في الشوط الثاني تعادل الشرقية عن طريق ياسر إبراهيم وأضاف فاقوش الهدف الثاني. حكم المباراة كابتن محمد كابو من منطقة بورسعيد، احتسب 5 دقائق وقت مختصر بدل ضائع. تمام. مع الدقيقة الرابعة كابتن وفي دربكة داخل منطقة جزاء فاقوش، الحكم أشار بركنية إذ بمساعده هو المساعد الثاني من منطقة بورسعيد أيضا حسن جبط يشير له بأن الكرة ضربة جزاء، وينزل حتى منطقة الجزاء يا كابتن وبيشاور ليه بالرأي أنها ضربة جزاء. اختلط الحابل بالنابل واعتراضات من الطرفين. بعد حوالي ثلث ساعة أو 25 دقيقة الحكم مصر أن الكرة تكون ضربة ركنية. نادي الشرقية على هذا الأساس اعترض على هذا القرار. اعترض على هذا القرار. كان موجود مراقب المباراة الكابتن العميد صبري الشواتفي من منطقة الشرقية لكرة القدم، العميد صبري الشواتفي، تمام، ولكن لم يطلب أي تصريحات، وقال بالحرف الواحد غدا اجتماع لجنه مستويات المجموعه العاشره في منطقه الشرقيه لكره القدم، وبناء على تقرير حكم المباراه سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد اجتماع لجنه المسابقات غدا بقياده كابتن ياسر عبد العظيم كابتن من هو وجدي. رئيس اللجنه. كابتن وجدي، الحكم انهى المباراه، الغى المباراه ولا كمل المباراه؟ الحكم والمساعد، الحكم ومساعده الغي المباراه. الغوا المباراه وخرجوا في حراسه الشرطه لغوا خلع الملابس. تمام كده، يعني المباراه لم تكتمل برغم انها كان في الزفير الاخير، يعني كان في الوقت بدل الضائع، كان في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع، كان باقي 2 دقيقة على الوقت بدل الضائع. نتيجه اختلاف في القرار ما بين ضربه جزاء او ضربه ركنيه، وما عرفوش يخلوا الملعب، والامن عرف يخلوا الملعب، فحفاظا على الحكام، ده من تصريح المراقب ليا، حفاظا على الحكام ان هم دخلوا غرف خلع الملابس في حمايه الامن والشرطه، وفي انتظار قرار لجنه مسابقات المجموعه العاشره غدا باذن الله. طبعا هو ما فيش اختلاف في الحكام، ولكن مثلا الحكم شايف حاجه، لان الحكم هو سيد القرار. اخرى يا كابتن احمد، اتفضل. ايضا اليوم في مركز شباب ابو حماد بالشرعيه برضه الشرقية ومباراة على ملعبهم أمام غزة شبين، تقدم فريق غزة شبين ب3 أهداف في الشوط الأول، تمام، وأحرز فريق أبو حماد 2 هدف. انتهت المباراة بفوز غزة شبين 3-2، ليفاجأ الجميع بقيام مجموعة من جماهير أبو حماد بالتعدي على المدير الفني للفريق وهو الكابتن أحمد حيدر، تمام، من بنها. دكتور، هو دكتور تربية رياضية، دكتور أحمد حيدر المدير الفني لأبو حماد، اعتدوا عليه بعد المباراة في واقعة فعش طبعا ده كده تهريج يعني. معاك كابتن؟ معاك كابتن، اتفضل كابتن. رواد السوشيال ميديا وصفوه بيوم حزين للكرة الشرقوية، ان فريقين شرقويين في خير اشتباكات بينهم، واعتداء على مدير فني بعد خسارة احد المباريات، ده اللي كان في الشرقية اليوم من احداث رياضية. وتحياتي ليك كابتن. حبيبي كابتن وجدي علوة، شكرا جزيلا مراسلنا من محافظة الشرقية.
كابتن محمد، طبعا احداث مؤسفه بمحافظه الشرقيه، طبعا للاسف الشديد تعدي على مدير فني بالضرب، ومباراه الغيت بين الشرقيه وفاقوس. ولكن الكره، يعني الكره معلش، ما هي الا تنافس شريف، لان لو عرفنا مفهوم الرياضه عامه، مفهوم الرياضه بمفهومه الجيد ومفهومه الصحيح، ما هي الا مصدر استمتاع. الرياضة عموما يعني ما هي إلا مصدر استمتاع، استمتاع بالظبط. للاعب، استمتاع للمدرب، استمتاع لزملاء، استمتاع للمنافسين، منافسة داخل الملعب. استمتاع للجمهور، ما هي إلا مصدر استمتاع. ولكن للأسف الشديد أحداث مؤسفة، وإن شاء الله بإذن الله تتدارك هذه الأحداث. طيب معانا برضو سريعا الكابتن حمادة البرنس، المدير الفني بنادي المصنع الحربي للفريق الأول. أهلا وسهلا كابتن حمادة. ازيك يا كابتن احمد، اخبار حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله يا كابتن، اخبارك ايه؟ بخير والله، تمام يا كابتن. الحمد لله. اخبار واحوال الفريق الاول بنادي المصنع الحربي يا كابتن حماده سريعا. والله الحمد لله، الفرقه انت عارف ان هي فريق جديد، تمام. اول سنه يتكون السنه دي، ويعني اخترنا مجموعه من اللاعبين على اعلى مستوى، لكن كان فاضل بس الانسجام والتجانس بينهم، وده اللي احنا اشتغلنا عليه فتره الاعداد. وطبعا يعني الفرقه مش، انت مش غريب عنها، انت تمام صاحب الفضل الاول عليها يعني. حبيبي يا كابتن حمادة. طيب في مباراه مقبله كده للفريق الاول كابتن حمادة؟ والله يا كابتن ان شاء الله بكره هتبقى دي اخر مباراه هنلعبوها، يوم الخميس هنلعبوا اخر مباراه مع نادي الخميس المجد. مع نادي ايه؟ نادي المجد الرياضي، نادي ده المجد. نادي المجد. نادي المجد، تمام، بتاع كابتن اسلام الصياد. تمام. نادي طبعا كبير، اتولد كبير يعني، وان شاء الله دي هتبقى نهايه المباريات الوديه. احنا لعبنا قبل كده مع الاتحاد وابنائنا ودهميت وغزه غفر الدوار واتحاد الشرطه، وان شاء الله هننهي مباراه المجد دي اخر مباراه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن حماده البرنس، المدير الفني للفريق الاول بنادي المصنع الحربي بمحافظه الاسكندريه. كابتن محمد، ما زلنا في اخبار وكواليس نادي الزمالك، هل من جديد في اخبار نادي والله الزمالك؟ والله بقى على سبيل ايه، العاب الصالات، ماشي، عايزين في نستعرض خبر. برضو نادي الزمالك دلوقتي بقى في المركز الاول، كوماندوس اليد طبعا متصدرين دوري المحترفين لكره اليد، متصدرين دوري المحترفين. تمام تمام، عقبال يا رب كره القدم كده نبقى نقوله دوري محترفين. واداره يا رب. الزمالك تمت الاتفاق مع الجناح عمر بكار الدولي، تمام تمام، على ان يتم استخدامه في يناير القادم تدعيما لنادي الزمالك لكرة اليد. تمام. بس وده الزمالك في عهد مرتضى منصور. اكيد طبعا مستشار مرتضى منصور من الشخصيات. ده اللي عايز اوصله طبعا لجماهير نادي الزمالك، جاء الوقت اللي نقف فيه جانب رئيس نادي الزمالك وندعم ادارته ونساندها ضد اي مواقف. اكيد طبعا، اكيد طبعا، الراجل عامل شغل كويس في نادي الزمالك، وطبعا رئيس قوي، رئيس نادي قوي. طبعا معانا مكالمة هاتفية من الكابتن رمضان ناجي، رئيس نادي المصري الرياضي بمطروح. اهلا وسهلا كابتن رمضان. اهلا حضرتك. الحمد لله، اخبارك ايه واحوالك ايه؟ والله الحمد لله، اخباركم؟ كل سنة وانتم طيبين. وانت بالصحة والسلامة. مبروك طبعا الفوز الاول على نادي مطروح الشقيق. والله الحمد لله، كانت بداية موفقة واللعيبة كانوا مركزين كويس. تمام. والحمد الحمد لله ربنا كرمنا، وانت عارف دايما البداية في الدوري مهمة جدا. اكيد طبعا. الاخبار واحوال الفريق كده، المباراة القادمة مع مين؟ المباراة القادمة ان شاء الله مع فرقة الشرطة، برضه فرقة كويسة، هي اتغلبت في الماتش اللي فات. وان شاء الله باذن الله احنا مجهزين كويس، احنا اجتمعت مع اللعيبه ثاني يوم انا في اسكندريه، قلت اللعيبه ننسوا الماتش مطروح، نركز في ماتش الشرطه. تمام. عشان عايزين ربنا يكرمنا ان شاء الله السنه دي باذن المباراة الله. المباراه دي هتقام فين؟ في مدينه الاسكندريه ايضا ولا؟ لا، هي الماتش مش لينا، للشرطه، هم محددين ملعب القريه الشبابيه. المدينه الشبابيه بالاسكندريه. بالاسكندريه. تمام. في اي مستجدات او اخبار جديده للفريق الاول؟ والله لحد دلوقتي احنا الحاجه الوحيده اللي زي ما بنشتكي منها الدعم، كلنا مش نادي المصري بس يعني، اكيد طبعا، واسكندريه كلها يعني لحد دلوقتي مستغربين، ما فيش اي حاجه جت ولا من الوزاره ولا من اتحاد الكوره، الانديه دي عماله شغاله على مجلس الاداره وبس، مجلس الاداره تحمل بما فيه الكفايه، كل نادي صرف حوالي 500,000 جنيه او 400,000 جنيه لحد دلوقتي من مجلس الاداره دعم، غير كافيين طبعا، اي حاجه غير كافيين. ولعيبه احنا بدانا الدوري بقى كل ماتش يا كابتن عايز 20,000 جنيه 15,000 جنيه، سواء مكافئات للعيبه، سواء اجارات ملاعب، سواء تغذيه، سواء اتوبيسات، انتقالات. بقت مشكله، بقت مشكله يعني، اللي انا شايفه ان الانديه دي كلها بعد ثلاث ماتشات محدش هيكمل الدوري.
مش هيكمل الدوري. والكلام ده انا على قد كلمتي ووعد ان يا كابتن احمد بعد 3 ماتشات الانديه دي كلها تلاقيها مقدمه اعتذار. ده ما ينفعش طبعا، لازم نناشد ونضم صوتنا لصوتك طبعا. طبعا الدعم العاجل لانديه القسم الثالث ليه طبعا للمسابقات، لان فعلا مصاريف كتيره في كل حاجه، مصاريف قيد، مصاريف ايجارات ملاعب، مصاريف ملابس رياضيه، مصاريف انتقالات من الى، طبعا الله يكون في العون. شكرا جزيلا كابتن رمضان ناجي رئيس النادي المصري المطروحي. كابتن محمد طبعا الدعم كل سنه نقول الدعم بيوصل في وقت، يعني في وقت متاخر، المفروض الدعم يبدا قبل بدايه المباراه. يا فندم مفيش اصلا خطه مستقبليه للكره المصريه، مفيش خطه مستقبليه للكره احنا ماشيين نقول سوء تخطيط مثلا طبعا من جانبين، اذا كان الاتحاد او الوزاره، لان الوزاره معلش ادام بدي انا دعم لهذه او لتلك الانديه المفروض ابدا الدعم في وقت او في توقيت يعني يكون مناسب المفروض، لان فترات تعاقد في بدايه الموسم، فترات ايجارات ملاعب، يعني حاجات كتيره لازم يا فندم يكون في خطه، يعني انما هنمشي كده بالبركه مش ينفعش الكلام ده خالص. تمام. طيب قول لي كده برضو، يعني ما زلنا في اخبار نادي الزمالك طبعا، بالنسبه للباسكت الزمالك متصدر في الهاندبول صح؟ في الهاندبول اه بالظبط. وفي الباسكت تم التعاقد مع الامريكي ايرفين تنوكر، كويس والله تمام، لاعب برضو قوي وهيفيد نادي الزمالك. اقوى دوري على مستوى العالم امريكا طبعا، طبعا اه في الباسكت طبعا. طب كويس، يعني دي حاجه كويسه لنادي الزمالك طبعا. كل يوم في تعاقدات تمام، اي لاعب مفيش ازمات طاحنه بقى في الزمالك زي ما بنسمع كده، ده اعلان فاهمني. تمام. طيب ما في تعاقدات جديده في لعبات اخرى ولا تمام؟ لا دي بالنسبه للتعاقدات كلها كده على سبيل جمال اللعب. اللي عايز اوصله لحضرتك ان لو في فريق ناقصه اي حاجه داخل نادي الزمالك في اي لعبه، تاني يوم بيتم التعاقد مع اللاعب اللي هو مرغب فيه. تمام. ما فيش اداره لا مستنيه دعم من حد ولا مستنيه فلوس تجي لها من بره. تمام. ولا كلام، نادي الزمالك غني بموارده، نادي الزمالك يقع في منطقه يعتبر الاغلى في مصر. تمام. تمام، نادي الزمالك مش محتاج حاجه من حد، نادي الزمالك مع رئيس نادي بيعرف يجيب الفلوس ازاي. تمام. ولا ان الزمالك قعد 10 سنين وجاف. تمام. وصل في 2014 2015 خد دوري وكاس. تمام. تمام. مفيش حاجة دلوقتي اسمها أزمة داخل نادي الزمالك. تمام. في حاجة اسمها لا تراجع ولا استقرار. تمام. مفيش استسلام، أي أزمة بيتم حلها بدون أي مشاكل. تمام. ده بالنسبة لإدارة نادي الزمالك. إدارة قوية، إدارة جيدة صراحة للغاية. طيب هنطلع ل فاصل سريعا ونعود مع ضيف الكريم الكابتن محمد مجدي صحفي بجريدة الزمالك اليوم. يلا رجاله هي على نص الملعب، لا استنى بس، هي على نص الملعب، هي على نص الملعب، انزل على نص الملعب وهي بصوت عالي فيديو شغال. هنا بقى تعالى تاني، تعالى هي بسرعه، هي لغايه عندي بسرعه، هي لغايه عندي وارجع تاني. يلا على المدرجات يا جماعه، المدرجات اجري، هي بصوت عالي، المدرجات هي يلا في الفيديو يلا. طبعا ده كان تقرير او فيديو مصغر لنادي مدينه نصر لاولاد البراعم مواليد 2006 المتصدر ايضا. طبعا فاز على نادي جرين هيلز برباعيه نظيفه في المباراه التي اقيمت على الاستاد الرئيسي بنادي مدينه نصر. يدرب الفريق الكابتن محمود عبد العزيز مديرا فنيا، والكابتن محمد عبد الحميد مدربا عاما، والكابتن مصطفى جابر مدربا لحراس المرمى. طبعا فريق جيد وفريق هايل، بالرغم برضو من الضيف فريق نادي جرين هيلز، طبعا فرقه جيده ومنظمه،
ولكن أبناء نادي مدينة نصر تفوقوا وأنهوا المباراة بفوز كبير برباعية نظيفة. فريق جيد وخامات جيدة والأولاد في شغل وفي تطور صراحة، والحمد لله متصدرين دوري منطقة القاهرة. كابتن محمد، لسه في أخبار الزمالك؟ لا، بالنسبة للأخبار كده آه. دي بالنسبة للأخبار الأسبوعية كلها على مدار الأسبوع تم تداولها مع حضرتك حتى الآن، تمام. مفيش أي أخبار عن نادي الزمالك، كله في جديدة بلغك بيه تمام على مدار الحلقة. بس احنا عايزين نتكلم في الأزمة. لا خلاص بقى، الأزمة بقى إيه، ربنا يعني إيه يكرم كده ويبقى في صفاء ونقاء. طبعا لو ان في صفاء ونقاء هيبقى في ارتياحيه. انا بس عايز اوصلك في هذا المجال، نادي الزمالك ما بيفعلش ازمه، نادي الزمالك دايما بيبقى رد فعل. نادي الزمالك كبير طبعا بقياده يعني المستشار مرتضى منصور. بالظبط، انا بعتب عليه المستشار تركي الشيخ. حضرتك جيت نادي الزمالك تم ترحيب على اعلى مستوى، ما حصلش في اي دوله، ما اي دوله زرتها ما حصلش. او صاب مصر الراجل اهو تمام. لا ده موجود في مصر حاليا. لا لا يعني كلمة يعني هو معاه انديه دلوقتي في القاهره. لا 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 مش خلاص كده خلاص يعني. ما هو ده هي تجربه في مصر، وطبعا الراجل يا ريته كان استمر في هذه التجربه الناجحه، ولكن علامات السفهاء. جمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك هو اللي واقف معاك في ازمتك مع النادي الاهلي. تمام، جمهور نادي الزمالك كان معاك سندا في اي ازمه بتحصل لك. تمام تمام، انا عاتب عليه ان انت ما تجيش تتكلم على نادي الزمالك بهذا الاسلوب. تمام، حضرتك طبعا انت ما شفتش التويتات اللي نزلت ولا المنشورات على الفيسبوك والكلام ده. لا اكيد لا، في اكيد حاجة. اكيد احنا مش عارفين في ايه. تمام، انت ما تجيش تعاند مع جماهير الاهلي وجماهير الزمالك اللي هم اكبر يعني اكبر جماهير على مستوى الوطن العربي كله. تمام، وافريقيا كلها. تمام. طيب سريعا كده عشان ندي كل واحد حقه، نادي المصنع الحربي بعد فوزين متتاليين لفريق 2001 بنادي المصنع الحربي بقياده الكابتن احمد صهوان، طبعا فاز اول امس على نادي السواحل برباعيه نظيفه في المباراه التي اقيمت بملعب شركه النحاس بمدينه الاسكندريه. وطبعا فريق ال 99 فاز على نادي المصري فيكتوريا بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وفوز طبعا طبعا فوز نادي المصنع الحربي على نادي المنتزه ب 8-0 نتيجه كبيره مواليد 2003 بقياده الكابتن صابر محمود. وطبعا الحمد لله في نتائج جيده برغم النادي استثمار اذا كان في القاهره او في الاسكندريه، الحمد لله نتائج طيبه جدا في اكثر من فريق متصدر مجموعته، اذا كان في نادي مدينه نصر في القاهره وان 99 متصدر المجموعه ومواليد 2003 متصدر المجموعه ومواليد 2005 متصدر برضه مجموعته وال 2006. وبالنسبه للبراعم مواليد 2008 بعد فوزين متتاليين في دوري براعم والمباريات التي أقيمت على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، الحمد لله الفريق ما زال متصدر مواليد 2008. كذلك 2007 خسارة ماتش وتعادل، زي ما بنقولوا فوز برضو نقول خسارة، وخسارة مباراة وتعادل مباراة وفوز مباراة برصيد 4 نقاط. فريق 2010 فوز مباراة وخسارة مباراة. طبعا القطاع لسه مستحدث في نادي مدينة نصر جميع الفرق إذا كان قطاع الناشئين أو قطاع البراعم، وطبعا مجهودات جيدة وبشكر المدربين القائمين على هذه الفرق، طبعا مجهود جيد ومجهود وافر بالنسبة لهؤلاء المدربين. والحمد لله رب العالمين قاعدة ناشئين نادي مدينة نصر في القاهرة شغل كويس، حياة جيدة أكثر من فريق متصدر مجموعة القاهرة. طبعا بدأ الكلام عن بعض اللاعبين لأندية أخرى أمثال نادي إنبي وأمثال وادي دجلة للتعاقدات خارجية، والحمد لله رب العالمين قطاع قوي قطاع جيد. طبعا ما ننساش الكابتن توتو المشرف العام على قطاع الناشئين، كابتن توتو نجم الترسانة طبعا السابق، ما ننسوش مجهوده الوافر مع القطاع، وكذلك الكابتن بوحي المدير الاداري والكابتن سلامه الضوي المدير الاداري لقطاع الناشئين. الحمد لله مجهود جيد ومجهود ومنظومه ناجحه الحمد لله. طبعا كابتن محمد
طيب معانا مداخله هاتفيه الكابتن حسن علي مراسلنا من محافظه الدقهليه. السلام عليكم كابتن حسن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي ليك يا كابتن احمد فواز، تحياتي لضيوفك الكرام وتحياتي لكل مشاهدي البرنامج. الله يخليك كابتن، قول لي ما هو الجديد لمباراه القسم الثالث في محافظه الدقهليه؟ انطلقت في مطلع الاسبوع مباريات الاسبوع الثالث للمجموعه رقم 9 اللي هي مجموعه الدقهليه. تمام. بسبع لقاءات اسفرت اللقاءات عن فوز نادي بن عبيد على شباب الامير بهدف مقابل لا شيء، وتعادل النادي ميجا سبورت مع بلقاس 1-1، وخساره منية سمنوده على ملعبه امام نادي شربين 4-1 في المباراه الاولى للمدير الفني لنادي منية سمنوده كابتن عماد درباله. تمام يا كابتن. وايضا تعادل السنبلاوين مع نادي المطريه 1-1، وشيكو مفاجئه الموسم حتى الان يفوز على نادي كهرباء طرخه 3-2. ما زال متصدرا يا كابتن؟ كابتن حسن. شيكو يتصدر المجموعه مناصفه مع بني عبيد بالعلامه الكامله، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات. شبان بدوي تعادل ايجابي مع عمال المنصوره 1-1، واخيرا اتحاد النبروه يفوز على اتحاد المنزله 2-1. يتصدر المجموعه زي ما قلنا يا كابتن احمد شيكو برصيد 9 نقاط، بني عبيد 9 نقاط، اتحاد نغروه 7 نقاط، بلقاس 7 نقاط، ثم شربين 6 نقاط. دول الخمس فرق اللي بيتزعموا او لا يكون المنافسه بينهم حتى النهايه او حتى الرمق الاخير زي ما بنقول. اهم اخبار المجموعه في هذا الاسبوع، المطريه او نادي المطريه نجح في التعاقد مع كابتن حرب سالم المدير الفني السابق لعده انديه منها نادي دمياط وغزل دمياط وفرسكور وميت الخولي وصاحب تجربه في المملكه العربيه السعوديه بعد قبول اعتذار المدير الفني كابتن وليد الكاس. ايضا لو اتكلمنا نادي شربين النهارده لعب مباراه وديه في ظل استعداده للقاء بن عبيد السبت القادم، لعب اليوم لقاء ودي مع نادي شباب بالاس احد فرق القسم الرابع وتعادل ايجابي 1-1. لو اتكلمنا بقى عن المجموعه السبعه يا كابتن احمد، المجموعه اللي هي مجموعه اسماعيليه ومجموعه اسماعيليه وبورسعيد ودمياط، وقيمه اليوم لقاءات الاسبوع الرابع اسفرت النتائج عن فوز بورفؤاد على ميت الخولي 3-0، راس البر يخسر على ملعبه 3-0، وهو اللقاء اللي ادى لاستقاله المدير الفني لراس البر كابتن سميح بلبوله عقب الهزيمه مباشره. تمام. دمياط يخسر على ملعبه ايضا امام بلديه الاسماعيليه 1-0، سماد السويس يتعادل مع الشهداء بدون اهداف، بورتو السويس يفوز على غزل السويس 3-0، ابو شحاته يتعادل مع غزل دمياط بدون اهداف، واخيرا النوبه يفوز على ابو سوير 1-0. يتزعم او يتصدر المجموعه نادي بورفؤاد مع كابتن طارق الصاوي بالعلامه الكامله 12 نقطه من 4 لقاءات، ثم نادي بورتو 10 نقاط، ثم سماد السويس 8 نقاط، ثم ابو شحاته 7 نقاط. اهم اخبار هذه المجموعه في هذا الاسبوع يا كابتن احمد، رحيل كابتن ميمي فريد المدير الفني لنادي النوبه او تقديم استقاله لمجلس الاداره وقبول الاستقاله والتعاقد مع كابتن ايمن حسين لتولي المهام الفنيه، وايضا رحيل كابتن زي ما قلنا كابتن سميح بلبوله المدير الفني لنادي راس البر عقب الهزيمه اليوم امام كهرباء الاسماعيليه. لو استعرضنا بقى كابتن احمد مسابقه القسم الثاني في الممتاز ب وقيمه اليوم 5 لقاءات في المجموعه الثالثه اللي هي مجموعه بحر، المجموعه القويه دائما وابدا. تمام. المجموعه اللي بيفضل فيها السباق حتى الرمق الاخير. اقيمت 5 لقاءات، اللقاء الاول جمع مارييت كفر الزيات على ملعبه واستضاف نادي فاركو، وانتهى اللقاء بفوز نادي فاركو بهدفين مقابل لا شيء، سجل الهدفين اللاعب اسلام الفولي واللاعب علي بهيج في اللقاء اللي اداره تحكيميا كابتن وائل فرحان، وقام بطرد المدير الفني لنادي مارييت كفر الزيات كابتن ايمن مجدي لاعتراضه على بعض القرارات. تمام كابتن. جمع الحمام في مواجهه نادي كيرنس، الحمام قدر يصحو بقى ويحقق انطلاقه جديده لنادي الحمام بالفوز على كان متصدر المجموعه نادي كيرنس بهدف مقابل لا شيء، سجله اللاعب الافريقي يايا كونيه في اللقاء اللي شهد ضياع نادي كيرنس او اهدار نادي كيرنس ركله جزاء عن طريق اللاعب عماد حلمي في اللقاء اللي اداره تحكيميا كابتن طارق مجدي حكم منطقه القاهره. شكرا جزيلا كابتن حسن علي مراسلنا من محافظه الدقهليه. طبعا دي اخبار نتائج القسم الثاني والثالث الخاصه بمحافظات وجه بحري. كابتن محمد، استاذ محمد مجدي، في حاجه عايزين نستعرضها تاني عن نادي الزمالك بالنسبه للاخبار؟ كده تم كل الاخبار خلال هذا الاسبوع الماضي. تمام. ولكن انا اكلمك في
في اللي شاغل جمهور الزمالك كله. اوعى تقول لي الازمه. انت عندك تعليمات بعدم الكلام فيها؟ نعم. عندك تعليمات بعدم التحدث فيها؟ لا مفيش تعليمات الحمد لله رب العالمين، احنا بنتكلموا بجراءه رياضيه. انا بتكلم حاجه اسمها تعليمات. انا مش عايز اخد ولكن انا بتكلم المضمون والمفيد المفروض ايه؟ ان هي يعني المفروض اصلا احنا طبعا بنحترم شعب السعوديه. طبعا. ولكن محدش يجي يغلط فينا. تمام. ايا كان هو مين وايا كان حجمه مين وايا كان وزنه مين. تمام يا كابتن محمد. نادي الزمالك خط احمر لمين بقى؟ ممنوع لكل لاي حد لاي حد يطول عليه. هيبقى انت والمستشار الزمالك. نادي الزمالك عنده رئيس ذكر. محدش بيقدر يسد قدامه. ايا كان مين نادي الزمالك عنده رئيس رفع راس جماهيره ما خدش حاجه من حد. تمام. طيب بالنسبه لاستاذ محمد، بالنسبه للمباراه المقبله لنادي الزمالك ان شاء الله باذن الله، هو بكره في مباراه وديه مع جنوب افريقيا الاولمبي. مع مين؟ منتخب جنوب افريقيا الاولمبي. متواجد معسكر في مصر هنا ولا؟ تمام. المنتخب الاولمبي جنوب افريقيا. طيب برضو نادي الزمالك يخوض التجربه الثانيه خلال فتره توقف الدوري. في التجربه الاولى او في المباراه الوديه الاولى تمكن من الفوز على نادي جولدي بفوز كبير بثلاث اهداف، وطبعا التجربه الثانيه هيلاعب ان شاء الله غدا باذن الله. هيلاعب غدا باذن الله بملعب النادي. بملعب نادي الزمالك في تمام الساعه الخامسه من مساء غد. طبعا هيلاعب المنتخب الاولمبي لمنتخب جنوب جنوب افريقيا. جنوب افريقيا بالظبط. بالنسبه طبعا استاذ محمد في ختام هذه الحلقه، طبعا اخبار الزمالك طبعا احنا عايزين كده طبعا عملنا تغطيه للزمالك لجميع اللاعبات. تمام. اذا كان باسكت هاندبول على الساحه. تمام. خلال الاسبوع المنقضي احنا بنيجي كل ثلاثه معروفه. طب انت شايف كده ان شاء الله في الفتره القادمه باذن الله في تحسن من المستوى، لان الزمالك في البدايه الفني كان في تذبذب. طبعا مفيش فن. كان في تذبذب في بدايه المباراه مع ميتشو في كاس مصر. كان نادي عالمي. حصلت هذه الحاله النفسيه اللي انا لسه بقول حاله نفسيه. تمام. ما في لا اقل ولا ازيد. منذ لقاء السوبر مع النادي الاهلي يعني انت مش معايا كان في تقهقر في المستوى تذبذب في المستوى. ما جاء امتى؟ تمام. بعد لقاء الاهلي في السوبر المصري. تمام. ولكن لو كان هناك، انا بقول لحضرتك لو كان هناك خمس دقائق تاني في مباراه القمه كان الزمالك توج بالسوبر. طيب. طبعا بحب اشكر في ختام هذه الحلقه ضيفي الكريم الاستاذ محمد مجدي الصحفي بجريده نادي الزمالك اليوم وايضا موقع الزمالك. طبعا وبحب اشكر اسره البرنامج الاستاذ اسلام طايل مدير الاعداد والمعده الناشطه رهف الدرديري رهف الدري سيد احمد، وطبعا ما ننساش طبعا اسره البرنامج اللي عاملين صراحه مجهود جبار من بدايه المخرج لغايه التصوير. وان شاء الله باذن الله انتظرونا كل يوم ثلاثاء في تمام الساعه 9 من مساء كل يوم ثلاثاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.